ازيك يا فريد؟ ها وصلت الحاجة ولا ايه؟ الواد بعد ما هرب دخل في كمين شرطة على الطريق، وفي امين شرطة بنحاول نموت في المستشفى. لما قلبت في تليفونه لقيته بيكلم واد من اللي بيضربوا باسبورات دول. كان طالب منه يضرب له باسبور باسم واحد. طب احنا عايزين نتكلم مع الواد ده. حصل، هو الواد ده في الحجز عندنا وانا حرست 8 او 9 باسبورات اللي كانوا معاه. طب ما تجيبه كده ندردش معاه شوية. ايه؟ ما تقول لي طب اللي في دماغك بتفكر في ايه؟ عمرو بيه، انزل بس تجيبه؟ يلا معلش ثواني. الواد ده هو اللي هيجيبه. هنشوف. هنشوف. تسمك ايه؟ سعيد يا باشا. سعيد. بص يا سعيد، انت اتمسكت متلبس وبحرص. يعني لابس القضية لابسها ومتقيفة عليك كمان. والواد اللي انت زورت له الباسبورات دي قتل 4 وخطف 5. الواد ده لو هرب هتبقى ساعدت على هروب مجرم كان هياخد اعدام. فمن مصلحتك بقى انه يظهر عشان ما تلبسش معاه. يا باشا انا تحت امرك، في اي حاجه تقول لي عليها هعملها. حلوه قوي. انت تكلم احمد بقى دلوقتي وتقول له انك جاهز، وسيب الباقي بقى علينا احنا. احمد مين يا باشا؟ اللي كلمني واحد اسمه مصطفى. تقالي كده يا باشا ان هو اخوه. وبعدين ده كلمني من شويه قبل ما البهوتي يطبوا عليا وقال لي ان هو اللي هيستلم بنفسه. فريد خد الواد ده طلعه بره. تعليماتك يا معلم. هو فيها سياده المستشار؟ انت مش شايف انك واخد راحتك زياده عن اللزوم شويه وعمال تخطط وتوزع اوامر ولا كاني قاعد؟ مش قصدي يا عمرو، انت اكيد فهمتني غلط. انا مش فاهم اصلا انت عايز تعمل ايه؟ ولا انت قلت ايه على اللي انت هتعمله؟ انا خايف بس تقعد تبني في طموحاته في الاخر هيديها لك واقول لك مش هينفع. انا فاهم كويس قوي يا عمرو ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. انت شفتني يعني خدت قوه واتحركت بيها؟ لا يا راجل، ما هو ده اللي كان ناقص. معلش يا عمرو لو بتعدى حدودي، بس انت اكيد حاسس باللي جوايا. حاسس ومقدر يا يحيى، بس انا خايف ان حماسك الزياده ده يكون ضرره اكتر من نفعه، فعشان كده عايزك تهدى وتسيبني انا اتعامل. وفي الاخر هعمل لك اللي انت عايزه يا سياده المستشار. تمام يا عمرو، تمام اللي انت شايفه اعمله. هاتوا يا ابني. يا كبير انا واقف بقالي كتير. انت واقف ببلاش، انت واقف عشان كاش. وريني كاشاتك. شوف حاجه تمام. اشوف حاجتي. خلاص انت هتعد هنا، يلا توكل على الله. اطلع ورايا يا عم. سيبك منه، انا اعرف ازاي نجيب الطريق. فريد بلغ المديريه يبعتوا لنا قوه على اللوكيشن اللي فيه الواد ده.